مرحبا جميعا، جاسر مصطفى وجي توكس ونومور. خلينا نعرف اكثر. سؤال انسألته كثير وبنسأل كثير على اليوتيوب، كيف قدرت تطلع على دولة قطر؟ كيف قدرت توصل على دولة قطر؟ وكيف قدرت او استطعت انك انت تستمر في دولة قطر لمدة 5 سنوات وتنتقل من شركة لشركة وتشتغل في اكثر من بوزيشن؟ اليوم انا جاي احكي لك هذه الوصفة اللي هي مش سحرية بالمرة، بس ان شاء الله يعني تكون انسبيريشن او الهام حتى لو لشخص واحد تقدر تساعده، اذا انه يحسن وضعه او اذا كان هو كل فكره انه يجي على دولة قطر، فانه يقدر انه يجي على دولة قطر. اول شيء بدي احكي لك اياه انه مش المهم انك انت تقدر تيجي على دولة معينة، ومش المهم انك انت تقدر تيجي على دولة قطر تحديدا، لكن اذا عندك اوبشن فاستغله، اذا اوبشن احسن من المكان اللي انت موجود فيه فاستغله. نصيحة، اذا انت في بلد الوضع تبع البلد الثاني اللي انت راح تروح عليه مش 100% احسن من المكان اللي انت موجود فيه، فما في داعي تاخذ هذا الريسك. اللي صار في سنة 2012 انا بلشت اعطي كورسز في الاردن، او 2011 فعليا بلشت اعطي كورسز في الاردن، وكانت الكورسز اللي انا بعطيها مينلي كانت اوتوديسك 3ds ماكس، وكان اوتوكاد مرات مش دايما، والفوتوشوب للمهندسين والطلاب المعماريين، وممكن كمان كنت اخذ انتيرير ديزاينرز. هلا الفكرة ان انا كنت بعض هاي الكورسز وانا كنت ايامها لساتني طالب، لحد ما في يوم من الايام اجت عندي مهندسة، انا بكن لها كل الاحترام والتقدير، كانت ايامها لسه طالبة، كانت المهندسة سارة في الجامعة اي ثينك سنة ثالثة ما بتذكر او سنة رابعة، اجت اخذت كورس ل 3ds Max وصرنا اصدقاء، وبعد الكورس ضلينا اصدقاء، وفي مشروع التخرج تواصلنا مع بعض. مشروع التخرج كان عندها مشكلة وانحلت هذه المشكلة وتخرجت سارة وانقطعت الاخبار، او almost انقطعت الاخبار. هلا في الاردن انا كنت بشتغل في كونسلتنت، وكنت بعد دوامي في الكونسلتنت بروح على my own institute او education center او learning center، سميه whatever انت بدك تسميه، كان اسمه contrast، وكنت بعطي كورسات مسائية للمهندسين والطلاب. anyways في يوم من الايام كان منتهي موضوع الشغل اللي بين ايدي، يعني كنت مخلصه ومسلم البروجكت تبعي وقاعد بتسلى، يعني ما عندي شغل في المكتب، وهيك باخذ لي نظره على الفيسبوك، ف ايه مهندسه ساره عم تبعت اهلا كيفك كيفك شو اخبارك شو اخبارك تمام تمام الامور تمام، وسالتني هل عندك خليني احكي ability او حابب، او هل انت عندك مثلا نيه انك انت تسافر تشتغل برا؟ قلت لها صراحة لا. قلت ليش؟ الحمد لله الوضع تمام في الأردن، عندي شغلي في الخاص، عندي شغلي اللي مع شركة الاستشارات الهندسية، وما في داعي اني اطلع برا لان اموري الحمد لله تمام. قالت لي جرب شوف، صديقي طلبوا مهندس معماري شاطر، وانا قلت لهم انه انا بعرف مهندس معماري شاطر، هو اللي علمني على هاي البرامج، واذا حابين انكم انتوا تواصلوا معه، وشركتي اللي انا بشتغل فيها في دولة قطر، اذا حابب ابعت لها جرب شوف شو بصير معك وبعدين تاخذ القرار. من الفضاوه اللي كنت قاعد فيها قلت يلا خليني ابعت، مسكت الايميل اللي اعطتني اياه المهندسه ساره وبعثت له، والحمد لله يعني ما اخذهم كثير 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 وقت لحتى يجاوبوا، 5 minutes بالضبط كان مردود على الايميل، 5 minutes او 10 minutes مش متذكر، المهم انه وقت مش كثير طويل يعني. بعديها كانوا رادين على الايميل انه اوكي احنا بدنا اياك نعمل معك انترفيو اونلاين بكره الساعه 10 الصبح. اوكي بكره الساعه 10 الصبح رحت على الانستيتيوت تبعي او على المكتب اللي بعطي فيه الكورسز، ما رحت على مكتب الاستشارات لانه ما راح يكون في مجال اني اعمل فيه اونلاين انترفيو. قعدت حكيت الانترفيو الاتش ار مانجر، واي ثينك كان اسمها رزان ايامها، وعملت معي الانترفيو وكانت بروفيشنال صراحه بالانترفيو، وقالت لي اوكي فور مي، انا اول مره يعني بحكي للناس اللي بقابلهم، انت من الشورت ليستد، وخليني احكي لك انه انت على التوب اوف ذا شورت ليست، اوكي ويتش از جريت، بدي اياك تحكي او تعمل انترفيو مع الهيد اوف اركتكتشرال ديبارتمنت والسبيس ديزاين. اوكي فاين معنا مشكله، عملنا انترفيو. طبعا اول ما بلش اي ثينك كان ايامها اسمه ريمون، اي ثينك ريمون، اول بلش يحكي معي انجلش، حكيت معه انجلش، حكينا ايامها ما كان الانجلش تبعي يعني كثير قوي،
فاللي صار انه بعد شوي حكى لي اوكي طيب كثير منيح، فانا يعني من الفرحه انه اخيرا بطلت احكي انجلش بالانترفيو. يا زلمه وينك يا زلمه، زمان عنك، اشتقنا لك. فهو استغرب يعني، كانت كثير بروفيشنال الانترفيو، فجاه قلب الضحك احكي لي ليش شوفي انا كمان اشتقت لك. قلت له يا زلمه ما دام تحكي عربي تاركني مركز من اول الانترفيو وعم بعمل ترانزليشن جوا راسي، الكلمه بتدخل من اليمين بتترجم تتفلتر مش عارف شو، هذا تطلع من شو تطلع من تمي علشان تطلع لك صح، عشان ما يكون في اجابات غلط في الانترفيو. فصار يضحك هو، حكى لي باي ذا واي انه انا عم بعمل معك تكنيكال انترفيو، فبهمني ان انا اسمع المصطلحات بس اللي لها علاقه في الاركتكتشر، ما بهمني تكون كثير بتعرف انجلش انا، عشان ان انا اوظفك الاتش ار ديبارتمنت عملوا معك الانترفيو وانت حكيت معهم بالانجلش، ذات واز مور ذان انف انه انت سنس انه انت يو هاف باست مع الاتش ار ديبارتمنت، وصلت للهيد اوف ديبارتمنت او الهيد اوف سبيسيفيك ديبارتمنت اللي انت راح تشتغل فيه، سو يو هاف باست الانجلش ريكويرمنتس. هذا عشان ما يعمل كتير نويز راح اضطر اوطيه هيك اي ثينك احسن. فكملنا الانترفيو، حكى لي تمام ايش انت بدك متى بدك تيجي، قلت له والله يعني انه انا هلا مرتبط بشغل، لما انت تقرر انه انت بدك يعني احكي لي عشان انا اقدر اعطي نوتس بيريد للشركه اللي انا بشتغل معها. حكى لي اعطي نوتس بيريد بس بكره راح اكون معك الاتش ار ديبارتمنت عشان يخلصوا موضوع السالري ويخلصوا موضوع ايش انت طالب وايش العقد والى اخره والدوكيومنتس تبع الفيزا والسفر وهي الحبشتكنات. خلصت الانترفيو انا لحد هلا انه انا طب هلا انا بدي اروح يعني اروح على دوله قطر، لسه ايام ما كنت بعرف اي شيء عن دوله قطر، يعني ما بعرف انه هاي دوله غنيه، ما بعرف انه هاي دوله فيها الاركتكتشر بومينج، ليترالي ما بعرف عنها ولا شيء، لسه كنت صغير. فاللي صار انه ثاني يوم او لما رحت على المكتب لقيتهم باعتين لي على الايميل انه بدنا نعمل معك ذا فاينل انترفيو، هاي الفاينل انترفيو راح تكون مع الاتش ار هيد اوف ديبارتمنت لحتى تدسكس الاشياء اللي حكى لك اياها ريمون امبارح. اوكي جريت ليتس جو اهيد. خلصنا، روحت على البيت، حطيت راسي في الويب سايت ثاني يوم، رحت على برضه الانستيتيوت عشان يكون مكان فاضي وهادي واعمل الانترفيو براحتي. فتحت الانترنت، فتحنا السكايب يومها وعملنا الانترفيو، بلشت مع الاتش ار ديبارتمنت، سالتني كيف كانت الانترفيو مع ريمون ان شاء الله اتفقتوا، قلت والله الحمد لله تمام، ما نوصلك انه تعملي معي انترفيو ثاني سو اكيد اتفقنا. حكيت لي حكيت في الراتب، قلت لها ديفينتلي حكينا، بس هو حكى لي انه راح يراجع معك الموضوع لانه الرقم اللي انا كنت طالبه عالي، او بديش احكي عالي انه اعلى من الناس اللي في عمري او اعلى من الليفل اللي راح ادخل فيه في الشركه، لانه بتدخل على اي ثينك بيسموها كان عندهم الهيراركي بيجنر وانترميديت وتوب اوف ليفل او سينيور اوف ليفل، ما ناسك شو كانت المسميات، بعدين سوري يو شيفت على الليفل اللي بعده في الكارير. ما كنت ايامها لسه جونيور اركتكت. ف حكت لي اوكي شو بالنسبه للراتب، قلت لها سيوت، انا بالنسبه لي في الاردن انا مش مضطر ان اجي اشتغل في قطر، لانه انا في الاردن الانكم تبعي عالي والانكم تبعي منيح وانا وضعي مرتاح الحمد لله في الاردن ومش مضطر ان انا اجي. عجبني البروجكت اللي حكى لي عنه ريمون، حكي الليفل اوف ديتيلز او خليني احكي الليفل اوف ذا بروجكت ذات يو هاف والكرايتيريا اللي بتعملوا فيها مع الشغل، هذه كثير عجبتني. بس برضه اون ذا اذر هاند انا في عندي كونسيرن على موضوع الراتب، اذا انت مهتمه اني انا اجي والشركه بدها اياني سو انا بدي اكس، اذا اعطوني اكس راح اجي. حكت لي اوكي وي ويل نيغوشييت، خليني احكي مع المانجمنت ونرجع لك. راحت على المانجمنت ورجعت بنفس اليوم، حكت لي اوكي يو هاف بين ابروفد وراح تبلش ان شاء الله دوام معنا واعطي استقالتك. هلا هاي كانت غلطه من الغلطات اللي انا غلطتها لما صار موضوع خلينا نحكي الانترفيوز، انه حكوا لي اعطي استقالتك. هلا اوكي انا وقعت الاوفر لتر اوفر او الاوفر الاوفر لتر ووقعتها وبعثت لهم اياها وطلبوا الدوكيومنتس تبعوني عشان يمشوا بموضوع الفيزا والى اخره، حكوا لي اوكي تمام روح قدم استقالتك. هلا انا قدمت استقالتي صراحه وقعدت اشتغل في الكورسز، الحمد لله انه كان في عندي مصدر دخل ثاني. طولت الفيزا معاي لدولة قطر، أيامها كانت يمكن صعبة على الأردنيين، بس طولت موضوع الفيزا من يوم ما حكوا معي شهر كامل. هلأ بهذا الشهر أنا ما كان عندي مشكلة لأنه أنا كنت عم بخلص كل الكورسز اللي كانت بين إيدي وكانت عطلة بين فصلين للجامعات، فكان خليني أحكي الرش على الكورسز عالي. خلصت الكورسات قربوا يخلصوا، هون أنا بلشت أحس بالحامي، رفعت التلفون عليهم اول مره قالوا لك اوكي هينا عم نمشي فيها بس شوي معلقه في الجوازات، ثاني مره مش عارف شو. بعدين رفعت التليفون على ريمون حكيت له مرحبا كيف حالك، معاكم ليوم الاحد، كان يوم الثلاثاء، معاكم ليوم الاحد، اذا بتحكوا لي ويلكم اون بورد او بحكي لكم باي باي.
وبهذه اللهجة يعني كنت إنه أنا كثير متضايق. حكى لي ليش وما طلعت الفيزا تبعتك؟ قلت له لا يعني طلعت الفيزا تبعتي وبحكي معك من الأردن. حكى لي أوكي أنا راح أحكي مع رزان وراح نحل الموضوع. بعد شوي رزان رنت علي بتحكي لي شو بالك شو فيه ليه معصب منا؟ ريمون كثير معصب وعمل مشكلة في الشركة وإلى آخره. قلت لها ولا معصب منكم ولا شيء، ما في إشي شخصي، بس أنتوا كثير طولتوا موضوع الفيزا، طلبتوا مني أقدم استقالتي وأنا قدمت استقالتي وحاليا أنا قاعد بس بستنى فيكم، فهذا الموضوع مش بروفيشنال بالمرة. حكت لي أوكي راح أرجع لك بكرة بالتليفون. رجعت لي ثاني يوم بالتليفون حكت لي شو رايك تيجي بكره عن الخميس. شو تفكرين اني قاعد بستنى في التليفون تعال تعال هو انا بدي اطلع من عمان للزرقاء؟ لا ما راح اقدر اجي، تخلي لي اياها يوم الاحد. كان كنت بدي فتره هيك صغيره كم يوم عشان اخلص كل الكورسز اللي كانوا ضايلين، كل المحاضرات اللي كانت ضايله. حكت لي لا بدك تيجي السبت. صلي على النبي بدي اجي الاحد، لا بتيجي السبت، لانه كان اصلا يوم السبت بيكون 31 او لا هي بدها اياني ابلش معها من اول اسبوع، فكان يوم سبت اي ثينك واحد كان 30/12 او 30/1، المهم نهايه شهر. ففعليا خلصت كورساتي خميس اربعاء وخميس وجمعه، والسبت الصبح اعطيت كم محاضره. اي باكت ماي باج، مع السلامه لاهلي، احملت حالي ورحت على دوله قطر. صحيت يوم السبت لقيت حالي في الطياره، ايه ايش في يعني جد انا طالع على دهك شو اللي صار فجاه؟ طيب طبعا المركز ما سكرته اللي كان عندي الانستيتيوت، تركته للمدرسين اللي كانوا يشتغلوا معي الله يخليهم والله كانوا ما شاء الله عليهم، ولاختي ولاخوي، فكانوا عم بيديروا او بيحاولوا يديروا المركز بحال غيابي. يوم السبت المساء او العصر، المساء فعليا، ايه لكم انا في ده في قطر، شفت داخل المطار وطالع من المطار وداخل على سياره وطالع من سياره وداخل على الفندق وطالع على الغرفه. شو اللي عم بصير لحد هون؟ انا كل هاد ليترالي عم بصير معي انكونشسلي، مش حاسس شو قاعد بصير ومش كثير يعني فارق معي، لاني انا زي كاني مثلا الاحد راجع اداوم في جبل عمان عند دوار الثالث والمساء رايح اعطي كورسات. هيك كانت يعني ليترالي هيك كان الشعور، ولا كنت مجهز حالي يعني الشنطه اللي اخذتها اخذت اواعي وداتست. اوكي وصرفت فلوس شوي قطري من الاردن وصلت على دوله قطر، والله ماني عارف وين الله حاطني كنت. المهم يوم الاحد نزلت دومت في الشركه واشتغلت ولقيت ساره وسلمت عليها، لقيت رزان وسلمت عليها، ولقيت التيم وتعرفت عليه وبلشت شغل. ليترالي كانت من الشركات صراحه اللي او مش من الشركات، هي الشركه الوحيده اللي عجبتني كيف بيستقبلوا لي الامبلوي. في عندك مانيوال ديسكريبشن للشركة بطريقة كتير لطيفة وكتير فن، يعني انت بتقرأ البوكلت خليني احكي بيعطوك اياه بتتقلب وزي كأنك قاعد بتقرأ في مجلة، بيعطوك هدية، بيعطوك مج، بيعطوك خليني احكي قرطاسية، بيعطوك كتير اشياء وبيعملوا لك اورينتيشن في الشركة انه شو حقوقك شو واجباتك، وبتدخل على الشركة بتلاقي الاتش ار ديبارتمنت لحاله عامل فيلم هندي. يعني عاملين اشياء ومعلقين اشياء وايفنتس ويوم ايفالويشن ويوم احتفال، واه باي ذا واي كل اخر شهر بيعملوا زي بارتي صغيرة في الشركة، هذه البارتي للويلكمينج للناس اللي جديد عم بيدخلوا على الشركة الامبلويز الجداد، وباي باي اذا في موظفين طالعين، وهابي بيرثدي لكل الامبلويز اللي كان عيد ميلادهم بهذا الشهر. سو كانت شركة صراحة كثير 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 لطيفة. اللي صار ايامها انه الفيزا اللي اعطوني اياها اجي عليها ما كانوا يقدروا يستخدموها الا بس علشان ادخل على دولة قطر، ما كان راح يقدروا يدقوا عليها الاقامة لانها كانت اي ثينك لا سيستر كومباني او لا ماذر كومباني او وات ايفر. اني ويز ضلوا يحاولوا يطلعوا لي فيزا ما قدروا، ضليت معاهم شهرين اي ثينك، وكان هم كلاينت ريبريزنتيف في البروجكت اللي انا رايح اشتغل عليه، ما قدروا يطلعوا الفيزا. ناداني الهيد اوف سبيس ديبارتمنت اوف سبيس ديزاين سوري، وحكى لي انه احنا مش قادرين نطلع الفيزا في الشركه اللي هي كانت السوبرفيجن والديتيل ديزاين كونسلتنت لنفس البروجكت اللي انا رايح اشتغل فيه. حكى لي انه هم طالبين مهندس ويكون مهندس شاطر في اكس واي اند زي، وانت ما شاء الله عليك كثير منيح في هاي الشغلات، فاذا بتروح تقابل شو رايك؟ وهاي انت اصلا من زمان المفروض تطفي. اوكي نحط هاي هون، هاي ما لها داعي، هاي نحطها على. قلت له اوكي سنس انه مش قادرين تطلعوا الفيزا بروح ما عندي مشكله. حملت حالي ورحت قابلت في الشركه الثانيه، والحمد لله انه بنفس اليوم اللي انا قابلت فيه اعطوني الابروفل انه يس بدنا اياك، كم بدك راتب؟ بدي اكس اللي هو كان بالضبط قد الشيء اللي انا باخذه في الشركه، ولا ما طلبت زياده ولا شيء.
بنفس اليوم بعثوا لي ايميل انه يو هاف بين ابروفد وبدنا اياك معنا في التيم، ودومت معهم من 23/2/2017 والله ماني متذكر 16/2016 من 23/2/2016 اي ثينك. انيويز هذه هي كل القصه اللي بلشت فيها اني انا كيف وصلت على دوله قطر. اوكي اللي بدي احكي لك اياه في نهايه هذا الفيديو، في نهايه هذا الجزء من الفيديو، اني انا بدي احكي لك انه اذا انت حاب تروح على اي دوله من الدول هو الموضوع مش استجداء للمهنه، بدك تكون يعني اول شيء بدك تكون قد المهنه اللي انت بتشتغلها وتكون انت صقلت مهارتك في هذه المهنه واثبتت جدارتك قدام كثير ناس، ليترالي قدام كثير ناس، هذول الناس هم بصير ريفرنسز تبعونك. اذا انك انت حطيت في السي في تبعك انه يو ار او انه في هذول ريفرنسز تقدروا تحكوا معهم تسالوا عني، او ما حطيت فانت يفترض انه سمعتك في الشغل تكون سابقتك، يعني اللي بده يحكي معك راح يحكي معك لانه بده يحكي معك انت. في هاي الحاله اذا وصل لهون فانت بتقدر انك انت تحكي معه، يعني مش تدلل بدي احكي، تطلب الانكم او السالري خلينا احكي اللي ليترالي انت بتستحقه. الشغلة الثانية اكيد السي في تبعك خليها تكون منيحة ومظبوطة 100% ومعمولة بطريقة بروفيشنال 100%. الشغلة الثالثة لما تبعت ايميل ابعته يكون بريزنتبل هذا الايميل ويكون ليترالي بيعكس شخصيتك. الشغلة الرابعة اذا في عندك او في شغلك انت يتطلب انه يكون في عندك سابقة اعمال احنا بنسميها او بنسميها بورتفوليو، سو اهتم كثير في البورتفوليو وانشره كثير منيح. حكيت كثير في فيديوز قبل هيك انك انت تكون كثير منتشر سبيشالي في الوقت الحالي على منصات السوشيال ميديا اللي موجوده، سواء كان فيسبوك، لينكدين، بيهانس، انستغرام، وات ايفر البلاتفورم اللي انت بتقدر انك انت تكون موجود عليها. وكثير بحب انك تكون موجود في كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، سو انتشر. الشغله الخامسه ما تصرف كثير وقت على مهارات انت مش بحاجة لإلها. شباب الانجليش انت مش بحاجة إله انك انت تكون احسن حدا في الكوكب في الانجليش. الاكسنت انت مش مطلوب منك بالمرة، يعني ولا شوي مطلوب، ولا حدا رح يطلب منك انه انت كيف حال الاكسنت عندك. كيف ما تحكي بالانجليش ما عندنا مشكلة بالمرة، الفكرة في الموضوع انك انت تعرف توصل معلومتك. حكيتها مليون فيديو قبل هيك، مش مطلوب منك انك انت لا تتعلم professional English، ولا مطلوب منك انك انت تتعلم professional accent. مثلا بدي اكون في الامريكان accent بدي اكون professional، في البريتش انجليش او في البريتش عفوا انجليش بدي اكون professional. انا واحد من الناس عامل لك ميكستشر عجيب بالانجلش بين امريكان اكسنت وبين بريتش اكسنت وبين عربيك انجلش لانجويج، يعني العربيزي عندي يعني 100% اتعلم. والحمد لله يعني انا الليفل تبع الانجلش تبعي بصنفه من متوسط لاعلى من المتوسط بشوي خليني احكي، والحمد لله وضع 100% في ماشي. لو تشوف كمية المهندسين اللي بنتعامل معهم واللي بتعاملوا معنا واللي ليترالي ما بيعرف انجلش، يعني هو يدوب يجمع الكلمات على بعض، الجرامر كله ضارب، الاكسنت كلها ضارب، الكلمات اللي بيستخدمها مرات مش هي الكلمة اللي لازم يستخدمها بس بنفهم. يعني لما تيجي تحكي لي مثال هيك كتير كتير جد جد هذا المثال دائما بيخطر على بالي، اذا حكيت لحدا عربي او بلاش عربي مش عارف صراحة anyways don't eat my head عربي، راح يفهم عليك انه لا تاكل راسي، يعني وانت لا تاكل راسي بانك انت تتعلم الانجليش. رحت انت واحد صاحبك عربي برضه على المطعم وقلت له do not calculate my calculations، لا تحسب حسابي في الاكل، حيفهم عليك وحتصير تضحكوا الاثنين. بهذا الليفل عم بحكي انه راح تقول لي طب ما هو عربي، لا انا قصدي انه شو تستخدم كلمات اذا معناهم واصل حيفهموا عليك. يعني اذا انت جيت قلت له he don't eat food، he don't eat بدي اخرب على الاخر، he don't eat him food yesterday، جرامر واقع، مصطلحات واقع، الكلمات اللي استخدمتها ما ترتب مع بعض، كله ضارب، بس اكيد 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 كل اللي حواليك فهموا عليك انه هذا الشخص اللي انت قاعد بتحكي عنه هو ما اكل الاكل تبعه امبارح، مع انه انت كان لازم تحكي he did not eat his food yesterday. انا شقلبت الكلمة كلها، رحت قلت له she don't eat her او him food yesterday كلها ضاربة، بس حيفهم عليك. سو الانجليش ما تتعب حالك فيه، ما تضيع وقتك على مهارات انت مش بحاجة انك انت تضيع وقت عليها.
اذا في عندك هوايه انت بتحب تعملها ضلك اعملها دائما، اهتم بتخصصك بشكل كثير كبير وحاول انك تبدع فيه، وحاول انه يكون من الاشياء اللي انت بتحبها ومن ضمن مجالات اهتماماتك عشان انت تقدر تستمر فيه دائما. هذول الشغلات بوصلوك لاي مكان انت بدك اياه، والاهم من هيك انت دائما حاول تهنت الجوب اوبورتيونيتيز الموجوده في كل مكان. اذا انت انتشرت على السوشيال ميديا راح يصير يطلع عندك دائما جوب اوبورتيونيتيز في وجهك بطريقه يعني ما بتتخيلها، وراح تصير تقدر تتواصل مع الناس بطريقه انت ما بتتخيلها. اذا ما اشتغلت معهم بالشركه راح تشتغل معهم فريلانس، واذا ما اشتغلت مع هذا الواحد راح هو يدل الناس عليك. يعني هذا جد 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 شغله كثير 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 ضروريه. وعلى سيره الجوب هانتنج، هذه التشانل عليها كمية فيديوز أنا بحطها، وهي كمية الفيديوز كلها بتحكي عن موضوع الوظائف والتوظيف وقطر والشغل في قطر والخليج ومش عارف شو. وليتلي في سيريز وظفك عم بحط كمية فيديوهات راح أضخها في القناة عم تحكي بس عن الوظائف، راح أقول لك الوظيفة الفلانية في المكان الفلاني وهي طريقة التواصل and so on. So اعمل لايك واعمل سبسكرايب، enable the notification bell، اعمل شير، خليك دائماً تقدر تحضر هاي الفيديوز on time عشان تقدر تستفيد منها as much as possible. كمان شغلة تانية على الفيسبوك، عاملين جروب نحن، وهاي الجروب اسمها job opportunities، job job.owp. هذا الجروب نحن دائما بننزل عليها اعلانات الوظائف اللي بتيجي قدامنا، بنحاول ان احنا نختار الوظائف اللي فعليا بتكون real ما بتكون fake. شغلة كتير ضرورية انك انت ما تستجدي حدا للشغل شو ما كانت احتياجاتك لهذا الشغل، بس انت اشتغل على حالك كثير منيح انك انت تكون الحدا البروفيشنال اللي الناس بتأشر عليه وبتحكي يس روح اشتغل مع اكس، يس وظف اكس، من غير ما انت حتى مرات تقدم على الوظيفة. وليترالي اي ثينك بحياتي ما قدمت على وظيفة، دائما كان عبارة عن ريكومنديشن. اكس حكى لصاحب الشركة انه في واحد اسمه جاسر، هذا جاسر شاطر باكس وواي وزي، اذا بتوظفوه بيكون منيح. وليترالي انه هذا اللي كان يصير معي دائما في كل الوظائف اللي انا بشتغل فيها، ما عمري انا بعثت يعني سي في مثلا واستنيت حدا او شركة ترد علي. الحمد لله الحمد لله انه عم بشتغل على الموضوع بطريقة كتير بروفيشنال، وبدي اياك تشتغل على الموضوع بطريقة كتير 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 بروفيشنال. الفيديو طول كتير 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 كتير، في جزء ثاني راح اعمله. الجزء الثاني راح احكي لك انه انت كيف استمريت في دولة قطر لمدة 5 سنين and لساتك عم تشتغل هناك، عم تنقل من شركة لشركة، لأنه صار الفيديو كتير طويل فراح أعمله في فيديو منفصل. إذا شايف إنه هذا الفيديو ممكن يكون مفيد لشخص واحد أو ملهم لشخص معين أو ممكن يساعد ولو ببوينت صغيرة لشخص واحد من الأشخاص اللي أنت بتعرفهم، فياريت ما إنك تتردد إنك تعمل لايك وتعمل شير وتعمل اكيد سبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بيل. شاركوني في التعليقات قصص الوظائف اللي انتم توظفتوها، قصص الانترفيوز، قصص الناس اللي دلت عليكم، انت بايش بروفيشنال. خلي هاي البلاتفورم تكون عباره عن ريفلكشن لمهاراتنا كلنا والسكيلز اللي احنا بنقدر نشتغل فيهم ونقدر نعملهم لتخصصاتنا. وقريبا كثير ان شاء الله راح اشتغل على سيريز مفيده على اليوتيوب، وراح اشتغل على فايلات راح تكون جدا 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 مفيدة، وراح احطها على الويب سايت www.archegis.com. راح يكون في البلوج عبارة عن تبويب مختصر بس لموضوع الوظائف. بحب تبعتولي ايش تخصصاتكم عشان نقدر نركز عليها، وان شاء الله الامور تكون طيبة، وان شاء الله تكون هاي الاشياء مفيدة وتساعد الناس في انها تقدر توصل للمكان اللي هي توصل له. بالنهاية بحكي لك شكرا لكم ويعطيكم الف 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 عافية، وباي باي.